غربي المؤذن زرارة عثماني ديارة و دراوش. هذه هي تشكيل فريق أهلي برج بوعريرج على الصورة كما نشاهد. الكل في لحظة تركيز إلى جانب ثلاثي رباعي التحكيم غربال مصطفى، عياد محمد الأمين، وبن علي حمدي، وعمروي عز الدين. بينما تشكيل شباب قسنطينة اليوم مغايرة تماما، بعد الشيء لا أقول تماما ولكن مغايرة مقارنة باللقاء الأول أمام نصر حسين داي. اليوم شباب قسنطينة في هذه الصورة التذكارية كما نشاهد وتتابعون معنا في ملعب 20 أوت. إذن شباب قسنطينة بليمان في حراسة المرمى، بن عيادة، شحرور عروسي، زعلاني، سيلا العمري، كاغامبيكا، حداد، بالقاسمي، وبالمختار. إذن هذه هي التشكيلة التي فضل اليوم عبد القادر العمراني تصحيح الأخطاء أو يحاول تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في اللقاء الماضي. طبعا يرافقني في تحليل المباراة المحلل عبد العالي إريدير. قراءتك الأولى للمباراة، مباراة الديربي، في قراءة لتشكيل شباب قسنطينة فيه تغييرات. أهلي برج بوعريرج المدرب جوزي حاول الاحتفاظ بنفس تقريب بالعناصر اللي لعبت اللقاء الأول أمام فريق مولودية وهران. ما هي القراءة قبل صافرة الانطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقراءة الأولى أكيد فريقين لديهم طموح الفوز سواء على مستوى بطل الدوري السنة الماضية أو حتى أهلي برج بوعريرج، خاصة أن البداية تاعو كانت موفقة جدا خارج ملعبه، أين يعني ثمر بنقطة ثمينة جدا على ملعب مولودية وهران. فحتى بالنسبة يعني عندما تشاهد الجماهير تشاهد الطموح موجود الفريقين، إن شاء الله الفريق يبحث على أول فوز. أكيد أول فوز، وأكيد بالنسبة يعني نتمنى إن شاء الله أن نشوف مباراة يعني في المستوى. بس كنا نشاهد في قائد فريق أهلي برج بوعريرج غربي مسعود، الذي سبق له أيضا وأن تقمص ألوان شباب قسنطينة وقبل ذلك مولودية الجزائر. إذن المباراة هي فرصة للمدربين، خاصة المدرب عبد القادر العمراني كما قلنا، لتصحيح الأخطاء وإعطاء الوجه الحقيقي للبطل، بطل الموسم الماضي شباب قسنطينة. زيتي أيضا المدافع الدولي سبق له أيضا وأن لعب موسما واحدا مع شباب قسنطينة قبل أن يتنقل إلى فرق ستيفو شبيبة القبائل، هو أيضا المعول عليه لاعب تقديم الإضافة المرجوة للأنصار أهل البرج. وتنطلق المباراة بصافرة الحكم غربال مصطفى. المباراة ستكون كما قلنا مثيرة وقوية بين الفريقين، أولا لكونها ذات طابع محلي، وثانيا لأن النتيجة النهائية للمباراة مهمة جدا، والكرة الأولى مهمة جدا بالنسبة للاعبين الذي يتحكم في المباراة ويتحكم في الكرة في الدقائق الأولى. ولو أن أهلي برج بوعريرج شباب قسنطينة ودفاع شباب قسنطينة يتذكر أن في اللقاء الأول أهلي برج بوعريرج تمكن من الوصول إلى شباك حمراء الحمراوة مولودية وهران بعد مرور 30 ثانية فقط، تمكن اللاعب مفتاحي من فتح مجال التهديف. إذن التخوف، كل التخوف من دفاع شباب قسنطينة، لأن الرقابة اللاصقة ستكون بدون شك حاضرة، إلى جانب أيضا الاحتفاظ بالكرة مع في الدقائق الأولى وامتصاص حرارة عناصر أهلي برج بوعريرج. أكيد، لأن حتى عندما تابعنا عملية الإحماء في البداية تعطيك مؤشر، وهي دائما يعني في مؤشر إيجابي في مؤشر سلبي، تلاحظ أن حتى أهلي برج بوعريرج كان يعني كأنه مستعجل حتى في انطلاق المباراة حسب يعني المؤشرات الأولى، في خاصة في عملية الإحماء. نرجع بالنسبة لطريقة اللعب أو الطريقة التكتيكية المنتهجة من طرف أهلي برج بوعريرج، وهو 4-2-3-1 واضحة جدا على في الميدان. أما بالنسبة للشباب قسنطينة كما كنا نشاهد في الصورة، هل الصراع الثنائية ستكون قوية أيضا وحاضرة بقوة في المباراة؟ أكيد صاحب التركيز أكثر هو اللي راح يكون يفوز حتى بالنسبة للصراعات هذه، الصراعات نعم. من أجل خاصة ارجاع الكرة. نعم. إذا ننتظر مع مرور الوقت، مع مرور الدقائق، الأجواء كبيرة وكبيرة جدا. لابد من الإشارة أيضا إلى الحلة التي فاجأتنا لما وصلنا إلى ملعب 20 أوت بمدينة برج بوعريرج. كل شيء تغير سواء في غرف الملابس وأيضا حتى في المدرجات. في الوقت في أول محاولة لشباب قسنطين عن طريق بالمختار على الجهة اليسرى، البحث عن المراوغة من بالمختار ثم التوجيه على ضاعت منه بعد الضغط عليه من المدافع، يبدو لي زيتي هو الذي ضغط على بالمختار
والحاكم في الأخير يعلن عن خطأ ومخالفة طبعا بالفعل اللاعب زيتي. قلت حلة جديدة، نتمنى أن كل الملاعب، كل ملاعب الجمهورية تكون على هذا الجاهزية الكاملة لاحتضان المباريات في انتظار فتح المدرجات الجديدة والتي تم إنجازها مؤخرا والتي تتسع ل 10,000 متفرج، وبالتالي سعة الملعب، الطاقة الاستيعابية للملعب ترتفع إلى 20,000 الوقت في الانطلاق من جنب شباب قسنطينة. ولكن التغطية موجودة في وسط الميدان من اللاعب زرارة والذي أيضا تقمص ألوان شباب قسنطينة الموسم الماضي ونال مع شباب قسنطينة البطولة. فضل المغادرة، لا أقول فضل المغادرة لأن الأمر بالنسبة لزرارة وأيضا بالعميري أمر شيء آخر، بالنسبة للمدرب عبد القادر العمراني الذي فضل الاستغناء عن خدمات اللاعبين لأمور قال انضباطية لأنهما التحقا متأخرين بالتحضيرات الفريق، وبالتالي العامل الانضباطي كل مدرب يكون حريص على الانضباط. طبعا هذا شيء راجع للمدرب، طريقة التعامل تاعهم مع المجموعة، مع الانضباط. احنا دائما نتكلم الانضباط، لكن في بعض الأحيان يعني ما يكون يعني الانضباط هذا ردود تاعه تكون سلبية، فلهذا هو بالنسبة قريب من اللاعبين، يعرف عقلية اللاعبين، فيريد أنه في بداية الموسم خاصة أنهم بطل الدوري الموسم الماضي، تحكم في المجموعة داخلين على بطولة إفريقية، فإذا لم يعني يأخذ المجموعة بيده في بداية الموسم ممكن حتى تفلس منه الأمور. ولهذا أنا نتحدث كثيرا عن المدرب أنه يبحث عن الانضباط، ولكن الانضباط أيضا يخدم اللاعب في حد ذاته، يعني طبعا لما يتمرن بانتظام، لما يحافظ على لياقته، وبالتالي يحافظ على جاهزيته للمباراة. وهذه تعتبر، أنا أعتبرها دائما نتكلم فيها، الانضباط هذا هي قضية ثقافة رياضية عند اللاعب. يعني ما دام نحن نتكلم كدوري محترف فضروري جدا تكون عندهم هالثقافة هذه. كرة في وسط الميدان من جانب فريق أهلي برج بوعريريج، ودرواش عبد المهدي المستقدم من نادي بارادو كمهاجم ضاعت منه الكرة، ولكن تبقى في وسط الميدان لأهلي برج بوعريريج يحتفظ بالكرة. زرارة توفيق ثم العودة تماما للوراء، لاعب بوحكاك خالد الذي لعب في محور الدفاع رفقة قيطون علي، اللاعب الذي تألق مع فريق دفاع تجنات 7 مواسم كاملة مع دفاع تجنات، لعب موسما مع فريق اتحاد الشوية، والموسم الماضي تنقل في مرحلة التحويلات الشتوية إلى شبيبة القبائل لفترة قصيرة، ولكن كان محظوظ أنه لعب نهائي كأس الجمهورية، ثم فضل هذا الموسم تقمص ألوان فريق أهلي برج بوعريريج. ثم العودة للوراء من زرارة توفيق، كرة طويلة أمامية على الجهة اليمنى هذه المرة لفريق الأهلي، كرة مرفوعة داخل منطقة العمليات، التغطية الدفاعية موجودة ولئن وإلى 5 أمتار و50. الحاكم المساعد السيد بن علي كان في المتابعة في تركيزه وأعلن وأشار إلى 5 أمتار و50 للحارس ليمان حسام، اليوم قلنا كحارس أساسي في تشكيل فريق الشباب قسنطينة بعد الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأول أمام صلاح حسين داي من قبل الحارس رحماني شمس الدين، والكل كان منتظر هذا التغيير في حراسة المرمى إلى جانب التغييرات الأخرى من أجل البحث عن التشكيلة المثالية. المدرب لما تكون فيه استخدامات كثيرة يوجد صعوبة في إيجاد التشكيلة المثالية، وبالتالي فنقدر نقول الأنصار شباب قسنطين عليهم أنهم يصبروا على مدربهم بعد 3-4 مباريات 5 مباريات حتى يجد توليفر. أكيد حتى بالنسبة للنهج التكتيكي اللي ماخذوه عبد القادر هو 4-1 تقريب 4-1-4-1 في بعض الأحيان حسب يعني الحركات على اللاعبين داخل الملعب تتحول من 4-1-2 تقريب 3-1، ولهذا يعني 4-1-2 و2 خلف المهاجم فحسب المعطيات، لكن المجموعة ككل بين أنهم خاصة بالنسبة للترانزيسيون يعني الانتقال من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية، تلاحظ أن الفريق كله يعاود يرجع للخلف يغلق كل المساحات، وهذا باين حتى من شكل في هذه اللقطة هذه لاحظ يعني ولا مهاجم موجود. وفي 7 دقائق التي مرت اللعب متمركز في وسط الميدان في هذه الكرة الثابتة من زرارة، كرة مرفوعة
والتغطية الدفاعية تعاود ترجع الكرة لي بالمختار كرته طويلة أمامية ولكن قبل أن يلحق عليها رافيق وكانت التغطية موجودة قبل أن يلحق عليها بالقاسم عبد الفتاح. كرة طويلة لأهلي برج بوعرير الزرارة يلحق عليها كرة عرضية كما جاءت في القائم الثاني ثم المدافع من يلحق عليها لا ضاعت في الأخير من الدراوش. تبقى لفريق أهلي برج بوعريريج محاولة الاحتفاظ بالكرة دراوش الضغط عليه من سيلة ممتاز سيلة ثم كرة طويلة من بن عيادة صوب الهجوم بن عيادة أيضا اليوم في التشكيلة الأساسية بعد ما كان الأسبوع الماضي أو في اللقاء الأول كان لاعب بديل اليوم هو أساسي على الجهة اليمنى من دفاع فريق شباب قسنطينة ووجود خدير الذي لعب أساسيا اللقاء الأول موجود على دكة البدلاء. هذه التغييرات وهي التي تحدثنا عنها وهذه الصورة المكبرة للاعب بن عيادة وأيضا للمدرب عبد القادر عمراني والمدرب الإسباني خوزي مدرب فريق أهلي برج بوعريريج. الصراع التكتيكي بين المدربين سيكون حاضرا الصراع البدني والفني أيضا سيكون قويا فوق أرضية الميدان. الرقابة اللصيقة كما نشاهد عدم التسامح عدم ترك المساحات أمام الخصم داخل منطقة العمليات. كرة بن عيادة ناحية رفيق وما يتمكنش منها قائد الفريق العمري السيد علي وكرته إلى 5.50 متر للحارس فوزي الشوشي الذي الهب المدرجات عند دخوله لإجراء عملية الإحماء وتجاوب كبير من أنصار أهلي برج بوعريريج مع المشاكس فوزي الشوشي. يبحث على الانسجام بين اللاعبين في الوقت اللي اللاعب ديارة ربما الإضافة المرجوة في الخط الأمامي خاصة وهم يتميزون بالقوة والبدنية الكبيرة وبالتالي في الصراعات الثنائية مع المدافعين ما يكون التفوق للأفارقة أمام لاعبين بدنيا ولكن فنيا اللاعبين الجزائريين هم أذكى لكن في نفس الوقت يعني بين قوسين كما نقول بالنسبة حتى الأفارقة يعني مهاريا يعني لاعبين فيه لاعبين ممتازين جدا للأمان. لكن أنا دائما نعود نرجع للنهج التكتيكي لماذا عبد القادر اليوم كان عنده لاعب الأربعة واحد تقريبا أربعة واحد مخلي سيلة هو كلاعب سنتينال يعني في العمق وعطي الحرية أكثر شيء لعمري أنه في الحالة الهجومية يتقدم يساند النشاط الهجومي. سيلة يبقى دائما الخلف يعني عاطي له يعني بين أني وحاول تسديد من بعيد وسهل للشوشي فلهذا نقول دائما ان يعني النهج التكتيكي لعبد القادر انه متحفظ يعني من الخلف وبذكاء. تحدثنا عن الذكاء الان اللاعب الذي تمكن وبذكاء اللاعب عروسي من ترك الكره لحارسه ليمان ثم الانطلاق على الجهه اليسرى هذه المره تركيز تقريبا موجود لاعب بالمختار لكن كرته خرجت الى التماس. الحكم يشير الى خروج الكره الى التماس ولمصلحه الاهلي برج بوعريريج في انتظار ربما اللاعب ايضا اللي هو تحت المجهر اليوم وتم الحديث عنه خاصه في وسائل الاعلام اللاعب البوركينابي المستخدم الجديد من جانب في تشكيله شباب قسنطينه كاكا بيغا يقال انه صاحب امكانيات كبيره كمهاجم صريح. ننتظر اليوم رد او مردود هذا اللاعب الذي استدعي مؤخرا للمنتخب البوركينابي الى جانب رفيق سيلا. كره لاهلي برج بوعريريج محاوله المرور عن طريق اللاعب خريفي الظهير الايسر اللي يحاول يصعد من اجل خلق التفوق العددي. سيلا يوصل كرته لبن عياده البحث عن المسانده ممتازه والمراوغه لا ما يمرش بعد التدخل والضغط عليه من زراره رفيق الموسم الماضي زميله كان يدافعان عن ألوان شباب قسنطينة ومنح أنصار الشباب وشباب قسنطينة اللقب الثاني في مشواره اليوم. زرارة يدافع عن ألوان فريق أهلي برج بوعريريج. كرة تصل لبوحكاك خالد كرته ناحية الجهة اليمنى كرة تبقى في وسط الميدان ضغط على اللاعب حامل الكرة ضغط عليه من لاعب شباب قسنطينة ولكن كرة طويلة أمامية ناحية من اللاعب ديارة يبقى ديارة معزول في محور دفاع شباب قسنطينة يسترجع الأهلي ثم الانطلاق عن طريق عثماني احتفظ بكرته يلعبها مع رفيقه مع زيتي. زيتي دائما يصعد لما تكون الكرة عند زملائه ثم التدخل من سيلة كرته طويلة ناحية اللاعب القاسمي اللي كان لاعب بديل ممتازة من اللاعب بالقاسمي والتدخل القوي
تدخل قوي من خريفي امام لاعب شباب قسنطينه امام كاغامبيغا. صعوبه كبيره في نطق اسم اللاعب او اللاعب سيلا. كره في وسط الميدان، شاهد اللقطه الفنيه من اللاعب بالقاسمي، كان هداف الرابطه المحترفه الموسم الماضي. لاعب بالقاسمي مع فريق مولوديه بيزات، ثم الكره عرضيه داخل منطقه العمليات ما تصلش، لم تصل، كره مقطوعه وتمريره بالخطا. تمريره بالخطا من مر الكره مثل هذه بالخطا يعني انني نعطي فرصه للخصم لاسترجاع الكره، وبناء هجوم مثل هذا من جانب فريق اهلي برج بوعريريج. كره دور في وسط الميدان بين عناصر فريق اهلي برج بوعريريج، الاحتفاظ بها والبحث عن الرفيق المتحرر وتوزيع الكره، تصل الكره في الاخير لاهلي برج بوعريريج، تبقى لزيتي مضطر للعوده الى الوراء، الضغط عليه، التغطيه الدفاعيه والانتشار الجيد لحد الان من جانب عناصر فريق شباب قسنطينه في منطقتهم، ثم الكره مباشره الى تماس ومن لاعب شحرور امامنا على الصوره، لاعب فريق شباب قسنطينه اول موسم له، مدافع محوري ولكن اليوم يلعب الجهه اليسرى، هو يلعب برجل اليسرى، مستخدم من فريق نادي بارادو، في اسماء كبيره في البطوله تم استخدامها من كل فرق من في هذا الفريق من هذا المدرسه نادي بارادو، كثير الفرق في الرابطه المحترفه الاولى فيه الا فيه لاعب او لاعبين من هذه المدرسه. طبعا لماذا؟ لان طبعا كاكاديميه يعني اللاعبين عندهم يعني اساس يعني بالنسبه للجانب المهاري بالنسبه للتكوين يعني بصفه عامه يعني التكوين تاعهم يعتبر جيد جدا، ولهذا يعني اللاعب ما تجد معها يعني صعوبه حتى في تمرير المعلومه له. الانطلاقة من دراوش حكم يقود لشباب قسنطينة، دخل حكم غربال كان قريب من اللقطة ويشير إلى خطأ. ربع ساعة الأول من لقاء شباب قسنطينة أهلي برج بوعريريج 0-0 لحد الآن، وتعادل على كل المستويات. تعال طبعا لماذا؟ لان في تحفظ على شباب قسنطينه بعد يعني هذه البدايه، هذه واضح جدا انهم ما يريدوا يغامروا في البدايه، يحاولوا انهم حسب وين تواجد يعني الكره يحاولوا يكونوا يضغطوا عليها في البدايه، ولكن لحد الان منعوا اهل برج بوعريريج من خلق ولا فرصه خطيره. طبعا حتى بالنسبه للبرج يعني ما في خطوره يعني ممكن يعني الاستحواذ يعني بعد ربع ساعه ممنوع على اهل برج بوعريريج دخول منطقه الحارس الايمان من خلال هذا الاداء الدفاعي يعني. اكيد ما ممنوع لي حتى في الوسط، لاحظ ان في ضغط على المنطقه وين موجوده الكره والموجود اللاعبين سوى اثنين او ثلاث لاعبين، تجد ان في ضغط يحاولوا انهم يمنعوهم حتى انهم يفكر كيف ينقل الكرة مثلا من اليمين لليسار او العكس او حتى بالنسبه للاعبين. ولكن المشكله هذا انا نطرحه على الجانب التكتيكي لاعبين البرج، انهم ما يعطيوا يعني حلول بالتحركات الايجابيه داخل يعني خلف لاعبي شباب قسنطينه، فهذا نعتبر يعني لحد الان شباب قسنطينه ناجح في الطريقه تاعو لحد الان. ولحد الان سواء الحارس الشوشي فوزي من جانب اهلي برج بوعريريج او ليمان حسام من جانب شباب قسنطينه بعيدان عن ضغط المباراه. طبعا اكيد المباراه باريحيه فانتظار القادم الدقائق، ثم الانطلاقه في وسط الميدان من المؤذن عبد الله، يوزع كورتو على الجهه اليمنى، تركيز تقريب على الجهه اليمنى، والنعتماني عرض على كورتو، ضاعت منه، استرجع فريق شباب قسنطينه، البحث عن المراوغه امام لاعبين اثنين، صعب المرور امام لاعبين اثنين، والحكم يقول في خطا لحداد فؤاد بعد التدخل القوي من المؤذن عبد الله المستقدم من فريق شبيبة القبائل، هو لم يحضر هذا امامنا اللاعب حداد، المؤدل لم يحضر مع فريق اهلي برج بوعريريج، حضر مع شبيبة القبائل، ولكن المنافسه يلعبها مع فريق اهلي برج بوعريريج، الدليل انه اللقاء الماضي لم يكن اساسي، صاحب امكانيات وقدرات كبيره، ثم العمري حط كره ما فيش لا فيه رايه وخروج شوشي امام اللاعب البوركينابي كاغامبيغا، كرة طويلة عاود ترجع لعثماني محمد ياسين، والحكم يقول في خطأ من حداد فؤاد. على الصورة كما كنا نشاهد ونتابع الصراعات، شباب قسنطينة يحاول العودة بنتيجة إيجابية طبعا
وهو البطل، وبالتالي تصحيح ربما لا أقول الأخطاء ولكن الصورة ربما التي رسمها أداء اللاعبين لدى أنصار شباب قسنطينة المتطلعين إلى أن فريقهم يؤدي موسم كبير، وهو بطل الموسم الماضي على الأقل يدافع عن لقبه بكل ما أوتي من قوة. المؤذن أمام نعل الصورة في لحظة التركيز ثم الانطلاقة ناحية شباب قسنطينة، مرتدات سريعة وسريعة جدا، ينطلق الآن، ينطلق كانت ممتازة، كانت ممتازة المحاولة هذه من اللاعب القاسمي عبد الفتاح أمام نعل الصورة، انطلق مرتدات شباب قسنطينة سريعة جدا. الآن خطأ في المراقبة من دفاع فريق أهلي برج بوعريريج، وبالقاسمي أمامنا على الصورة اليوم كأساسي ينطلق، شوف الانطلاقة لارونس كانت ممتازة، وتأخر في اللحاق به اللاعب غربي كان سريع جدا، رفع كرة وكانت فوق الإطار من حسن حظ الحارس الشوشي فوزي أن كرة اللاعب بالقاسمي كما نشاهد كانت فوق الإطار، ولو أن اللاعب غربي أعاق نوعا ما بالقاسمي. هو دائما احنا بعد اللقطة نعلق على قرار اللاعب، هي لو يعني صراحة اللاعب في لحظة مثل هذه كان ممكن جدا يخلق ضرب الجزاء بالطريقة لي. لماذا؟ لأنه هو كان سريع، خطأ الكرة ما لحقش عليها، والمدافع يجري وراه، ثاني يعني خطأ على التوالي لو سمحت. نعم. من دفاع فريق أهلي برج بوعريريج معدي واصل فأنا أقول يعني بالنسبة للاعب القسمي يعني التصرف تاعه ما كان جانب تكتيكي ما كان صحيح، لو كان عرف كيف يقطع الكرة واللاعب خلف كان ممكن يستفاد من ضربة الجزاء، ولكن حاول المباغتة من الكرة لأن كان مضايق محاصر، لكن خبرة شاوشي خلاته غلق له زاوية التصويب طلع له الأمام خلاص، كانت ما عنده فرصة اللهم إلا أنه يرفع الكرة، لكن الكرة طلعت طبعا ما كانت يعني، لكن هذا يعتبر إنذار، أنا أعتبره إنذار هذا بالنسبة لدفاع أهلي برج بوعريريج. والخطأ الذي ارتكبه سيلا وتلقى على إثره أول بطاقة صفراء للاعب سيلا اللاعب البوركينابي، هو أيضا استدعي للمنتخب البوركينابي رفقة رفيقه كاكام بيغا، تقريب في وسط الميدان التي تشكل خطورة كيف ستكون التمريرة أمامها غربي وزرارة من سيتولى التسديد، هذا أمامنا بوحكاك خالد، زرارة يرفع كورته في القائم الثاني رأسية المدافع، اللاعب ما لحقش عليها لم يتمكن من ترويضها، زيتي أمامنا على الصورة، زيتي للملاحظة لابد أن نقولها أنه يخلق متاعب للمدافع شحرور على الجهة اليمنى، معروف زيتي وبالتالي راح يخلي في كل مرة إما زعلاني وإما عروس يقوم بالتغطية، وبالتالي يخلي في كل مرة راح يخلي ثغرة في دفاع شباب قسنطينة، ولكن لحد الآن شباب قسنطينة بدون خطأ في محور الدفاع. كرة طويلة رفيقة الميدان من حداد، الصراع يسترجع المؤذن، حط كرة ممتازة ناحية الديارة مقطوعة ثم عودة سيلا، ممتاز سيلا في استرجاع الكرة، وكأنه كاسح الغام في وسط الميدان لاعب سيلا من جانب شباب قسنطينة، باعت كرة هذه إلى أين؟ الركنية، ربما إلى الركنية، لا الحكم المساعد يقول إلى 5 أمتار و50 لمصلحة شباب قسنطينة، الوقت يمر 20 دقيقة ولا فرصة لحد الآن، ما يعطي صورة واضحة على صعوبة المباراة وتخوف كل فريق في هذه المباراة، لأن كل فريق يحاول أنه يخرج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، واللعب ما زال متواصل ونحن نلعب الدقيقة 21 المرحلة الأولى، ولكن دون فرص لحد الآن، اللعب متمركز تقريبا في وسط الميدان مع الصراعات الثنائية وكثرة الأخطاء وفي كل مرة فيه صافرة الحكم غربال مصطفى من أجل الإعلان عن أخطاء ومخالفات. كرة في وسط الميدان من زرارة، الضغط عليه من حداد، كرة للعودة إلى الوراء لمدافع فريق أهلي برج بوعريريج، كرة مقطوعة تعود ترجع لي من لي بالقاسمي او نعم لي بالقاسمي، ولكن لا احد يسترجع في الاخير، قيطون عليه، قيطون هو ايضا صاحب امكانيات كبيره، قيطون ثم الانطلاقه من غربي، وصل كورتو لرفيقه لعثماني، زيتي حافظ على كورتو، البحث عن المراوغه، يتوغل يوزع كورتو، راسيه فوق الاطار، راسيه طياره فوق الاطار، اول فرصه واول خطوره من جانب فريق
أهلي برج بوعريريج بعد العرضية من اللاعب زيتي، اللاعب ديارة ارتقى ضرب الكرة ولكن كانت فوق الإطار، حتى ليمان حسام كما نشاهد يعاتب زملائه المدافعين، ثم الانطلاقة من زيتي قوي أمام شحرور والتوزيعة والعرضية رأسية ديارة كان قريب جدا من فتح مجال التهديف بهذه الرأسية، مع خروج غير موفق وقراءة غير يعني موفقة بالنسبة للحارس، يعني لأن ما أخذ الكرة ولا قاعد يتابع في الكرة بالنظر تاعه، فهذا يعني قراءة تاعه ما كان جيدة، كانت ممكن تكلفه بهدف في الطريقة. تحدثنا عن المتاعب اللي راح يجدها شحرور مع اللاعب زيتي في كل مرة يصعد. طبعا هذا جانب عثماني يعني هذا يبقى دور وسط ميدان يسار هو اللي يكون عنده مثلا الانتقال من 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 الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية، على أساس أنه يغطي مع الباك يسار يعني عفوا الظهير الأيسر، فهنا دور لأن الظهير الأيسر وحده مع اثنين ضد واحد صعب له المهمة، ولهذا مطلوب من وسط أنه يساعده في 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 الحالة الدفاعية، لأن اللاعب زيتي المدافع زيتي حاضر في اللعب الجماعي وأيضا في اللعب الفردي، هو معروف فردية معروف زيتي يعني ما يحتاج يعني حتى يعني تقديمه، لأنه عنده نزعة هجومية في أي فريق يكون موجود عنده النزعة الهجومية، فلهذا فالقراءة بالنسبة للمدافعين أو حتى الفريق يعني الثاني اللي هو شباب قادر عبراني يعرفه لأنه يعرفه، لكن بالتالي بدون شك أنه حذر منه المدافع أكيد يكون تكلم معاه، لكن حتى اللاعبين يعرفوه، ولهذا يعني مطلوب من لاعب الوسط يسار أنه يقوم بالدور الدفاعي تاعه. كرة من خريفي فيصل ثم التغطية من زعلاني، لا في وسط الميدان اللاعب القاسمي ممتاز، حط كرة لا ما لحقش عليها اللاعب كاكامبيكا، ربما أو فيه وضعية تسلل، عودة من تسلل، لأن يبدو لي أن اللاعب غير متعود على اللعب فوق أرضية غير أكيد صعبة. يحتاج يعني فترة كثيرة جدا أنه يتأقلم على الأرضية الاصطناعية، لأن مو سهلة يعني وأيضا مع زملائه يعني نعم. ثم تبقى لمصلحة أهلي برج بوعريريج، اللاعب يحافظ على كورتو، الحكم يقول ما فيش خطأ، ثم الانطلاقة كومبيكا تشغل الكرة، ضغط عليه ثم يسترجع فريق الأهلي هذه الكرة، حط كرة ممتازة ولكن بن عيادة موجود، ممتاز بن عيادة في التغطية قوي جدا على الجهة اليمنى، ضاعت منه هذه الكرة، يسترجع دراوش حط كرة ناحية ديارة، الضغط عليه من العمري ثم من مدافع آخر من بالقاسمي، ضاعت منه يسترجع العمري، ثم الانطلاق لشباب قاسم طيرة، كرة طويلة ممتازة، في تفاهم بين اللاعب بالمختار وأيضا اللاعب حداد، كرة لمصلحة خريفي ولأهلي برج بوعريريج، تنفذ الخطا والتماس ناحيه غربي، كورته طويله، البحث عن اللاعب عثماني يحافظ على كورته، يوجه ناحيه دياره، تصل الكره لبن عياده، ممتاز بن عياده اللي يغطي الجهه اليمنى كما ينبغي، الصراع مع زراره يلعب كورته مع دراوش، تعاود ترجع لزراره مره اخرى، البحث عن المراوغه، يرفع كورته للتغطيه الدفاعيه من عروسي، يسترجع اهلي برج بوعريريج، محاوله الضغط من الاهلي عن طريق خريفي، حط كره خلف المدافعين، تصل الكره لناحيه عثماني، هي كره ممتازه ولكن مقطوعه، ثم الانطلاقه من زعلاني وفي او من بالقاسمي في استرجاع الاهلي عن طريق زيتي، يبحث عن العرضيه، يصدر لمررها قصيره ناحيه رفيقه على الجهه اليمنى، الضغط على حامل الكره والحكم يقول في خطا، وتدخل من اللاعب عروسي أو عفوا من العمري سيد علي القائد، سنشاهد أمام المؤذن وأمامه اللاعب أيضا شحرور، والحكم يقول في خطأ على مشارف منطقة العمليات، الضغط الآن من جانب فريق أهلي برج بوعريريج، ولكن مرتدات شباب قسنطينة أيضا مرعبة عن طريق بالمختار وأيضا بالقاسمي، ولو أن بالمختار ما شاهدناش كثير، اللاعب السابق لفريق ساري غليزان لعب الموسم الماضي بألوان دفاع تجنانت الأهلي الذي انتظر المباراة الأخيرة الموسم الماضي ليحقق حلم هؤلاء الأنصار والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، اليوم ينافس بطل الرابطة المحترفة الأولى في دربي كبير، وهذا الحضور القياسي من أنصار الفريقين، كرة ثابتة مثل هذه الكرات تخيف الحراس، وبالتالي الحارس ليمان في حديث مع مدافعيه زعلاني كما نشاهد
قريب جدا من ديارة، لأن رأسي ديارة أخافت عناصر دفاع شباب قسنطينة. والمودن عين على الكرة وعين على مرمى ليمان، وليمان يحسن أو يضع اللاعبين والمدافعين في الوضعية الصحيحة. تنظيم الدفاع من الحارس في مثل هذه الكرات الثابتة هي مسؤولية الحارس. وليمان يتحدث كثير مع المدافعين في الوقت اللي الحكم مصطفى غربال يحاول أنه يفك النزاعات الثنائية والصراعات الثنائية، شيء طبيعي جدا في مثل هذه الكرات. المودن يرفع كرته إلى أين، والحارس ليمان ممتاز يبعدها صوب الهجوم. هل يلحق عليها اللاعب شباب قسنطينة؟ لا، ضاعت من حدات، عاود ترجع لعثماني مرة أخرى من جانب فريق أهلي برج بوعريريج. كرة قصيرة بالعقب ثم مقطوعة، الضغط على حامل الكرة، الصراعات والتدخلات من أجل استرجاع الكرة، تعاود ترجع يسترجع شباب قسنطينة. ممتاز دادامبيكا في هذه اللقطة، ثم الانطلاقة لشباب قسنطينة، ممتازة الانطلاقة، يحافظ على كرته، يحط كرة ممتازة. ما وصلتش، كانت الفكرة ممتازة من اللاعب بالقاسم من ناحية بالمختار، ولكن الدفاع تفطن لهذه الكرة، الكرة ما تمرش في محور دفاع فريق أهلي برج بوعريريج. والكرة لعثماني، يترك كرته لرفيقه، صعود عثماني، يتنفذ الخطأ مباشرة من ناحية بوحكاك خالد في منطقة فريقه، يهدئ اللاعب، يحتفظ بكرته، يمررها، يلعبها مع ليطون. ليطون هل ستكون طويلة أم يعيدها للاعب بوحكاك؟ يعيدها بالفعل بوحكاك، رفيقه طلب الكرة، وصلت للمؤذن، ثم يلعبها مرة أخرى مع بوحكاك للاحتفاظ بالكرة وعدم تضييعها. خريفي ما عندوش حلول كثيرة، الحل هو توزيع كرة طويلة ناحية ديارة، دعت منه بعد تدخل موفق من اللاعب بن عيادة، يحتفظ بالكرة كاكام بيغا، يلعبها مع بالمختار، سريع بالمختار، ممتاز في المراوغات، يحط كرة، ولكن تصرف هنا بالمختار يبدو لي أنه تسرع في تسديد الكرة، لأنه لم يكن في الوضعية التي تسمح له من تسديد الكرة، وبالتالي ضاعت عليه واسترجع فريق أهلي برج بوعريريج. وزرارة في منطقته قريب منه غربي راح يغير تماما، بالفعل وصلها لقيطون، قيطون علي اللاعب القوي، 7 سنوات مع فريق دفاع تجند، حقق نتائج رائعة بالصعود المتتالي إلى الرابطة المحترفة الأولى. تصل الكرة في الأخير لخريفي، مضطر للعودة إلى الوراء. هنا ممتازة الانتشار الجيد لعناصر فريق شباب قسنطينة، وهنا نشاهد التغطية في كرة ناحية اللاعب دراوش، موجود كل من اللاعب بن عيادة وأيضا عروسي اللي يلعب في محور الدفاع. هنا تكامل والتغطية وفيه حوار يبدو لي في الوقت الذي نشاهد الإعادة لأخطر ثاني أخطر فرصة لفريق أهلي برج بوعريريج، والتفوق من ليمان حسام، تدخله في إبعاد هذه الكرة تخليه يدخل المباراة وتعطيه شجاعة أو ثقة كثير أكثر في النفس. ثم الانطلاق لشباب قسنطينة، تصل الكرة لي بالقاسم، يرفع كورتو داخل منطقة العمليات، ما نعقش عليها كاكام بيغا، والحكم يقول فيه خطأ، يتنفذ بسرعة نصف ساعة من المرحلة الأولى، 0-0 بين أهلي برج بوعريريج وشباب قسنطينة، مع فرصتين لأهلي برج بوعريريج، رأسية ديارة، المالي ديارة فوق الإطار، وتدخل موفق من لما لإبعاد كرة ومخالفة المؤذن، ثم الانطلاقة، لاعب شباب قسنطينة أمام المساحة الكافية، بالقاسمي هل يسدد؟ ممتازة، ممتازة من بالقاسمي وإلى الركنية، والشوش يبعدها بصعوبة إلى الركنية، قوية جدا من بالقاسمي بلقطة فردية، يبعدها الشوشي إلى الركنية، وأول ركنية، سنشاهد الارتكاز على اليسرى والتسديدة باليمنى، والشوشي فانقذ فريقه، ويصعب على أي حارس إبعاد مثل هذه الكرة وصعوبتها، ولكن شوشي بخبرته تمكن من إبعادها وتحويل تسديدة هذا اللاعب القسمي الذي سيتعلق بدون شك بألوان شباب قسنطينة. وأول ركنية في اللقاء لشباب قسنطينة، هذه الركنية وحال طوارئ في دفاع فريق أهلي برج بوعريريج، الكرة والركنية لشباب قسنطينة، وأول ركنية في اللقاء لشباب قسنطينة، صعود عروسي من أجل خلق التفوق العددي، الكرة مرفوعة في القائم الثاني، وابن عيادة والركنية للمرة الثانية في القائم الثاني، كان هذا اللاعب في التغطية، تغطية العثماني، هو الذي ساعد من أجل إبعاد الكرة إلى الركنية، وهي الركنية الثانية بعد الأولى، وسنشاهد الإعادة. شكرا للزملاء التقنيين وللمخرج عادل حمداتي، أن فعل كل شيء الحارس الشوشي من أجل إبعاد الكرة، هذه الكرة ربما تخلينا نشوف شباب قسنطينة أكثر خطورة، والدليل على ذلك الركنية الثانية على التوالي.
هو التواجد هذه المرة في تنفيذها حداد بعد الركنية رأسية داخل منطقة العمليات، استرجع فريق أهلي برج بوعريريج، ثم الانطلاقة مع عودة متأخرة لعناصر شباب قسنطينة للتغطية الدفاعية. كرة ديارة تعاود توصل ديارة مرة أخرى أمام سيلة، ممتاز سيلة، ممتاز رائع سيلة، اللاعب البوركينابي ممتاز. أمامنا عصورة من أجل التغطية وترك الكرة تخرج إلى 5 أمتار و50. هذا اللي تكلمت عليه، أن بالنسبة لسيلة دور دور واضح جدا أنه سنتينال في 4-1 4-1، خاصة في المرتدة يبقى دائما الخلف، حتى بالنسبة عندما تكون يعني الكرة هجومية للشباب قسنطينة دائما هو اللي مكلف بالتغطية لخلف مع المدافعين 2 أو 3 يبقوا. لاحظ أن أنا الملاحظة الوحيدة اللي لاحظت لو ممكن يكون تواجد ولو لاعبين 2 من شباب قسنطينة في الهجوم ممكن يكون مشكل، لاني لاحظت بعض يعني البطء على مستوى العمق الدفاعي لاهلي برج بوعريريج. ثم الانطلاقه ما فيش وداع يتسلل هذه المره من اللاعب بالمختار داخل منطقه العمليه، ممتازه تدخل الدفاع بصعوبه ما لحقش عليها قبل ان يصل عليها ككامبيكا، الدفاع تدخل في اخر لحظه وابعدها الى الركنيه، وعرضيه اللاعب بالمختار خلقت ثاني او ثالث فرصه لفريق شباب قسنطينه، مرتداته سريعه، بالمختار كان في وضعيه جيده، المساحه الكافيه كانت امامه من اجل توزيع هذه الكره العرضيه والدفاع بصعوبه الى الركنيه، وهي الركنيه الثالثه لشباب قسنطينه، هذه استثمر شباب قسنطينه في الكرات الثابته، ثالث ركنيه تقريب على التوالي، واغلب المحاولات الهجوميه عن طريق اللقطات الفرديه راسيه 8، الحكم يقول في خطا، الحكم يقول في خطا. اللقطات او اصعب الفرص التي اتيحت لشباب قسنطينه هي عن طريق لقطات محاولات فرديه، محاولات فرديه لكن عن طريق يعني باين شيء مدروس يعني حتى توجيه في اخر لحظه. نعم. في اخر لحظه قيطون عليه هو الذي ابعد الكره، ممتاز بالمختار كجناح، تمريره ممتازه جدا، كانت القراءه جيده ولكن تفطن اللاعب قيطون. يعود ترجع لشباب قسنطينة، أصبح الآن شباب قسنطينة أكثر خطورة، يضغط، المراوغة ممتازة، الحكم يقول في خطأ. بالفعل الخطورة الآن أصبحت من جانب شباب قسنطينة، هو الذي أصبح يضغط، والآن نشاهد لحد الآن بالقاسمي هو الأفضل، الخطورة تأتي من هذا اللاعب صاحب إمكانيات كبيرة وبطاقة صفراء، لمني اللي زرارة أم لغربي، يبدو لي لغربي، بالفعل غربي على الصورة هو الذي احتج بقوة أمام الحكم غربال، وبالتالي يتلقى بطاقة صفراء، هي الثانية في اللقاء بعد البطاقة الأولى التي تلقاها لاعب شباب قسنطينة، اللاعب سيرة، كرة بعيدة وأكثر خطورة وأكثر حيوية على الجهة اليسرى، وين موجود اللاعب بالقاسمي، اللاعب بالقاسمي إسماعيل، قلنا هداف الرابطة المحترفة الموسم الماضي، سجل 17 هدف. ثم كرة العملي، كرة مقطوعة، ثم الانطلاقة، الانطلاقة من عثماني، سريع عثماني، كل عناصر دفاع شباب قسنطينة في منطقتهم وكانهم ينتظرون عثماني، يوزع كرة ناحية رفيقه الحقاليها دراوش، بحاجة إلى مساندة دراوش، هل سيمر دراوش؟ أمام بالمختار يحافظ على كرته، مضطر للعودة إلى الوراء وللعب غربي، تصل في الأخير لزرارة، لا يلعبها قصيرة مع اللاعب الممتاز درواش، أيضا هو أيضا يبدو صاحب إمكانيات، كرة عرضية والتغطية الدفاعية، يسترجعها غربي، تعاود ترجع لغربي بعد ما عادت المؤذن، محاولة تسديد من بعيد وسهلة للحارس إيمان حسام في تركيز على المقابلة وعلى الكرة، وبالتالي سديد غربي الذي حاول التسديد من بعيد، أول محاولة تقريبا من جانب فريق أهلي برج بوعريريج بالتسديد من بعيد، ولكن حسام إيمان برزانة وبقوة يسترجعها. بن عيادة، بن عيادة ينتظر المساندة، كرته ممتازة ناحية رفيقه ككامبيغا، والحكم يعلن عن خطأ، لماذا أعلن؟ المهم غربال أعلن عن خطأ للعب أمامنا ككامبيغا، لاعب البوركينابي، ربما مع مرور المباراة سنشاهد الوجه الحقيقي لهذا المهاجم الصريح الذي يلعب كقلب هجوم. انتظار قادم المباريات، الوقت يمر، النتيجة تبقى متعادلة بين الفريقين 0-0، وتباطؤ في تمرير الكرة من شوشي فوسي وكأنه ينتظر الانتشار الجيد والتموقع لزملائه في منطقة الحارس إيمان حتى يوزع الكرة، والحكم يمنح مخالفة للمالي ديارة. أمامنا على الصورة
كان وراء أول فرصة وأخطر محاولة، كان هناك قريب منه اللاعب زعلاني، الرقابة اللصيقة، وكأنهم عرفوا ودركوا أن الخطورة تأتي من هذا اللاعب المالي، اللاعب الديارة، لاعب فريق أهلي برج بوعريريج. لا حتى العمق الدفاعي لشباب قسنطينة متحكم جدا، القراءة ممتازة سواء في الصراعات سواء في التغطية. لحد الآن يعني أقول لحد الآن 37 دقيقة، نعتبر أن الأداء الدفاعي على مستوى شباب قسنطينة جيد يعني. والشباب قسنطينة لعب لحد الآن تقريب 37 دقيقة أفضل من 90 دقيقة مع أمام نصر حسين. صراحة أمام نصر حسين دايم كان غائب تماما، ولكن اليوم أداؤه دون خطأ سواء في الدفاع في الوسط وأيضا في الهجوم، وخلق بعض الفرص وتهديد مرمى الحارس فوزي شوشي. لكن حذاري من كرات ثابتة، لأنها لو يكون التنفيذ تاعها مدروس ممكن يكلف الفريق. اليوم نقدر نقول لحد الآن شباب قسنطينة أبان عن إمكانيات هجومية بوجود بالمختار وأيضا اللاعب بالقاسمي، حتى دفاعية يعني في استرجاع الكرة في قطع الكرة في التغطية. صراحة يعني حتى بالنسبة للجانب الدفاعي يعني موجود يعني حاضر. زرارة أو زيتي يسدد أرضية وبعيدة إلى 5 أمتار و50. المدافع الزيتي لديه مقومات التسديد، ولكن كورتو لمسها زميله، لا لم يلمسها مباشرة إلى 5 أمتار و50 دون تركيز من اللاعب زيتي. 5 أمتار و50 اعتمد على القوة أكثر من المهارة. الآن اللعب متكافئ لحد الآن يعني خلال الدقائق اللي مرت لحد الآن من المرحلة الأولى. الوقت لوجود اللاعب لابد من الإشارة ربما لإنصار شباب قسنطينة حتى يطمئنوا بوجود هداف الموسم الماضي عبيد على دكة البدلاء. كنت الموسم الماضي أعتبره رجل مطافي في شباب قسنطينة لأنه هداف الفريق، سجل 16 هدف وكان وراء تسجيل الكثير من الأهداف الحاسمة واحتل المرتبة الثانية وراء لاعب اتحاد العاصمة درفلو الذي فضل لعب التنقل إلى البطولة الأوروبية. أنا مستغرب بس على الكرة الشوشي هذه اللي شالها برفلو، أنا فكرت أن فيه تسلل ولا فيه شيء صفر الحاكم، لكن يتعامل بالكرة بالخبرة تاعو يتعامل بالكرة مثل هذه، كانت ممكن تفلت ممكن تصطدم بمدافع وتدخل يعني صراحة، بالرغم أنه ولا أحد يعني كان مضايقه ولا كان ممكن يمسك الكرة على راحته. لحظة لاحظ كرة مثل هذه غريبة جدا يعني من تصرف، لا صراحة. والشوشي معروف بخرجاته الغير منتظرة وارتكب الكثير صراحة الكثير من يعني الأخطاء سواء مع كل الفرق التي لعبها. المفروض يوظف الإمكانيات تاعه الدولية الخبرة تاعه في 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 هل هي ثقة زائدة على اللزوم في بالنسبة لهذا الحارس؟ مو قضية ثقة، هذا أنا اعتبرت تفريط يعني كأنها تكبر على الكرة، وهذا شيء ما يخدم هو ولا الفريق. خلى المدرب ينهض ربما حتى ليكون الإنذار على الأقل من بعيد يعني. أكيد صراحة يعني ما تصرف مثل هذا ما يعني ما نحبش. أنصار الأهلي برج مازالوا يتذكرون الخطأ الذي ارتكبه في اللحظات الأخيرة أمام فريق مولودية طهران، والمولودية كانت قريبة من إضافة الهدف الثاني من الخطأ الذي ارتكبه الشوشي. على كل اللاعب بإمكان قادر أنه يخطئ في أي لحظة، ولكن أحيانا اللاعب أيضا يطالب بالتركيز. كرة تصل لشوشي، محاولة إشراك الشوشي في اللاعب كورتو طويلة ناحية كيتون على الجهة اليمنى، صعود كيتون ثم تهدية اللاعب والعودة إلى الوراء، البحث عن ديارة برأسية ديارة، ولكن عروسي كان قريب منه بالمختار، يتفوق بالمختار، عاود ترجع لشباب قسنطينة على كاكامبيكا. تغيير الحذاء ربما في الشوط الثاني، هل هي أرضية الميدان الزلجة؟ بالقاسم الخطير جدا ينطلق بالقاسم، وبالفعل خطأ فيه اعتراض وفي خطأ، وغربال كان قريب من اللقطة ومن اللاعبين ويعلن عن خطأ للاعب بالقاسم عبد الفتاح لما تكون عنده الكرة هنا، وكأنه مرعب يعني يرعب المدافعين وينطلق بقوة والبحث عن المراوغة ويضيعش كورتو، يحافظ على كورتو. وخطأ وخطر مثل هذه الكرات، هناك لاعبين من لديهم مقومات التسديد في تشكيل فريق شباب قسنطينة.
هو ابدا اللاعب ابدا بامكانيات هجوميه ممكن يخدم فيها الفريق سواء جماعيين او حتى فرديين. فحتى في كل مره تلاحظ ان الطريقه اللي يتعامل بها شباب قسنطينه وهي شيء مدروس في التمرين واضح جدا كيف تكون الانطلاقه من الوسط على الجهه اليسرى او حتى الجهه اليمنى، لكن اكثر شيء على الجهه اليمنى. لماذا؟ لان المقومات اللاعب على الجهه اليسرى اكثر منها على اليمنى، وممكن بالطريقه هذه يعني لان احنا عندما نلعب على الاطراف نطلب دائما السرعه على السرعه في التنفيذ، سرعه في الاداء، ولهذا نظن يعني هذه تكون يعني خطوره. لو ناكد دائما ان الكره الثابته ضروري جدا ان تكون ملعوبه، ما ترميها وتخليها يعني للقوه البدنيه. شاهد امام الكره حداد، وايضا اللاعب العملي سيد علي حداد، والعملي يبدو لي من خلال يبدو لي العملي هو الذي سيسدد، والحكم غربال يوقف اللاعب المؤذن هو الذي وقع على ارضيه الميدان. الاحتكاكات الشراء طبعا صعود كل لعناصر فريق اهلي برج بوعريريج، كل اللاعبين في منطقه الحارس الشوشي، الكل متخوف من هذه الكره. هل سيسدد حداد او العمري سيد علي؟ من سيسدد؟ من سيصوب؟ وننتظر حداد امام مع الصوره. هل حداد او بالفعل حداد حط كره ممتازه بعيده تمام فوق الاطار، والحكم غربال يمنح خطا لدفاع فريق اهلي برج بوعريريش. تستغل تنفذ بالطريقه والكيفيه اللازمه من اللاعب حداد فؤاد. انا نقول دائما الكره الثابته ضروري ان تكون مدروسه، لان في الكره الثابته هي اللي تفصل في بعض الاحيان عندما يكون اللعب مغلوق، صعب انك تمر بكره بينيه في العمق. ضروري كرة ثابتة مثل هذه تكون مدروسة، ممكن تكون ملعوبة صحيح تخطأ بها تجيب منها، وأخطاءك يجب أن تكون قليلة وغير قاتلة. هنا نقدر ما نقولش خطأ، ولكن كانت فرصة أمام حداد لإزعاج الحارس فوزي الشوشي. الدقيقة الأخيرة، النتيجة تبقى متعادلة لحد الآن بين شباب قسنطينة وأهلي برج بوعريريج هنا بملعب 20 أوت بعاصمة البيبان. قراءتك للشوط الاول، تقييمك للشوط الاول يا عبد العالي من خلال الفرص المتاحه للفريقين، النتيجه هل هي منطقيه 0-0؟ ما هو تقييمك للاداء العام للفريقين؟ نشوف ان فيه تفوق نوعا ما مو كثير يعني بالنسبه لشباب قسنطينه على اهلي برج بوعريريج، لان اهلي بوعريريج بالنسبه للنشاط الهجومي تاعهم منعزل كثير. اللاعب المالي ديارة منعزل كثير على اللعب، بالرغم اني ملاحظ بعض اللاعبين مثل عثماني، مثل اللاعب رقم 7 اللاعب دراوش عنده يبان عنده امكانيات ومهارات يعني ممكن فرديا ممكن يعمل الفارق، لكن ما استغلوهم كثير يعني، لانك تلاحظ ان النشاط الهجومي تاعهم منعزل شويه على غرار شباب قسنطينه، لان مدروس يلعب على الخلف ينطلق بالكرات مرتده، وكان ممكن يعني من ثلاث كرات كان ممكن يعني يصل للشباك شوشي. ودقيقه واحده كوقت البدل وقت البدل ضائع احتسبها الحكم غربال، ولكن بالنظر الى اداء الفريقين في الجوله الاولى كنا ننتظر ربما اهلي برج بوعريريج يكون اكثر خطوره من شباب قسنطينه، كنا ننتظر ربما شباب قسنطينه اقل يكون مردوده اقل، ولكن تفاجانا بالمردود الجيد للشباب قسنطينه في المرحله الاولى، وتمكن من فرض اسلوبه وطريقه لعبه هنا امام اهلي برج بوعريريج. طبعا كشخصيه بطل ضروري يعني هذا، حتى هيبه الفريق هيبه الدوري تخلي يعني عندما تفرض نفسك في في في, في بدايه المباراه الخصم. هل التغييرات اعطت ايضا؟ اكيد 100% التغييرات عملت يعني تغييرات ايجابيه جدا في داخل يعني التشكيله. وزراره في اخر كره في المرحله الاولى هذه سيرفع البحث عن اللاعب ديارة الماري في محور دفاع فريق شباب قسنطينه. الان كل عناصر شباب قسنطينه في منطقته من اجل تفادي الخطا والهفوه في اللحظات الاخيره، وخروج من ليمان وسوء تفاهم بينه وبين زميله اللاعب زعلان، ويبقى ليمان وزعلان واقعين على ارضيه الميدان. ما كانش قراءه، ما فيش ربما حوار بين ليمان وزميله، وبالتالي كان في اصطدام بين ليمان واللاعب زعلاني. نتمنى الاصابه لا تؤثر على اللاعبين، لا
لأن التدخل من ليمان أو مع بالمختار، وبالمختار هو اللي كنت أعتقد أن اللاعب هو اللاعب زعلان، ولكن هنا الاحتكاك هو الاحتكاك مع لاعب فريق أهلي برج بوعريريش مع خريفي وبين بالمختار، ويبقى ليمان وقع على أرضية الميدان. بدون شك الأمور ستحسم بصافرة الحكم غربال بعد استئناف اللاعب، سيعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتعادل الفريقين 0-0 بين شباب قسنطينة وأهلي برج بوعريجي برسم الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. الشوط الأول نقدر نقول مقبول مقارنة مع خاصة من جانب فريق شباب قسنطينة الذي قدم شوط أول في المستوى مقارنة مع الأخطاء والمردود الباهت الذي قدمه أمام نصر حسين داي، واكتفى بالتعادل فقط بملعب الشهيد حملاوي. اليوم هو متعد، نشوف اللقطة هنا فيه الاحتكاك مع شحرور، والحاكم غربال يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتعادل فريقين أهلي برج بوعريريج وشباب قسنطينة 0-0. شكرا لكم سيداتي وسادتي على المتابعة، انتظرونا سنعود لمتابعة أطوار الشوط الثاني بحول الله.